ايوا يا سياد، انا قال لك ما قدو فيه زادو تلفيله. هذا الشيء اللي وقع للسريعه مع يسرى. يسرى خارج ديك مره كتقول لينا مرات الاب ديالي مفاهمه معاها، حقه الثقافه، حقه كتبغيني، حقه باغي لي الخير، حقه احسن من ماما. يا دابا طاتك الضربه القاضيه، جابت لها واحد الراجل من العائله ديالها، حقه راه في اوروبا، راه غيتهلا فيك، راه متدين، السيد طلع مزوج وعنده الوليدات. نفس الخطه ونفس المنهجيه اللي دخلت على السريعه نهار الاول، انا دخلت على المفرقع بوليدات وداكشي وشتات الشمل. نفس المشكل، باغا تنتقم من يسرى، باغا تصيفط هاد واحد مزوج بولادو باش تنتقم منه وتدوق نفس المعاناه. فهمتي؟ كتقولي باغا ليا الخير وحقه، وكتلبسني وكتهلا فيا حيت قهرتيها بالصابون، وقهرتيها بالنفخه، وقهرتيها بغسيل الماء. يعني واش صحابي غتهز لك بالك كيما كانت هازه من ميمتك نهار الاول؟ سعاد، سعاد اللي تغوتي عليها وما تدويش، سعاد اللي كتعطيك فلوس، سعاد اللي قراتك وكبراتك، هذيك ما كانش عندك معاها. والسريعة اللي زيداتك للشيشة وزيداتك القرعة والكاس ولات عزيزة عليك. السريعة مفاهمة معاها، كطيب ليا، كتخرجني، هو شدي الدقة ديال السريعة. وهذا راه غير البداية، مازال مشي والو، مازال من القدام غتوريك السريعة الثقافة والفلسفة اش كتسوى. عرضي بالك مزيان معاها، سير تزوجي بها دابا ولادها، واش بقاي تراسي على ولادو كيما دايره هي دابا السريعه؟ نفس الطريقه بغات دير لك. شتي كون كنتي غير فايته مزوجه ومطلقه نقولو ماشي مشكل، ولا كبيره نقولو ماشي مشكل، ولكن باش واحد البنت يلا عندها 17 عام تزوج واحد كبر منها 24 عام والسيد مزوج بولادو، راه لا يعقل، ما يقبلش العقل. حتى واحد ما يقبل البنتو، حتى واحد ما يقبل الختو، ولا يقبل عايش وحده كتجيك من العائله اللي سمعتي لي عاد الموضوع، راه يبقى فيك الحال. انا بنتي اللي عندها 17 عام مزوجه بواحد كبر منها 24 عام، عنده الاولاد، ميمكنش. وعاد يسرى كما كنعرفو حنا من النوع اللي يلاه باغا تخرج، باغا تلبس، باغا تدور، باغا هادي. هي السريعه بيدها، كون كانت باغا لك الخير غتقول ديري شي فورماسيون، ديري غير التجميل، ديري غير الحلاقه، ديري على الخير، تقفي راسك، هادشي اللي غادا تقول لك. اما مشي تقول لك سيري تزوجي من دابا، تغصبي شبابك، سيري ديري حقا، غادي اوروبا، كطمعك من اوروبا. اوروبا ما بقاتش اوروبا، ما يغرقش هذوك اللي كيجيو دابا بالسويكات بالجنب. انايا 5 عام ما دخلنا المغرب، 2 عام ما دخلنا المغرب، رايا نو مارش با حفيان، اي سي اوني با اون فرونس، اوني مار او غايان، نو مارش با حفيان. ما يهموكش هذوك الكلمات ديال فرونسي ودوك الريالات اللي كتعتقها في المغرب، تقولي راه اوروبا شي حاجه. اوروبا كانت اوروبا، اوروبا دابا والله ما كنتي سيدي ومولاي وعريتي على كتافك، فقتي مع 5 الصباح الا جبتيها، تبقى تموتي تما بالجوع. راه كاين المغاربه ما حنين تما في اوروبا، كيتمناو غير يرجعوا لبلادهم. كاين اللي كيمشي دابا لاوروبا كيطمع اوروبا، حق الفلوس، حق هادي، عاد بالي الفلوس بحال التبن. اين فوا كيحط رجلي تما، كيوصل للصاد، كيعود يتمنى يرجع للمغرب. وشنو كيوقع ليه؟ ما كيبغيش، ما كيرضاش يرجع للمغرب، كيقول لا صافي جيت اوروبا نبقى هنايا نتكرفص، ما شافني حد. راه هادشي اللي واقع ليهم. تا كيجيو لهنا عاد كيبداو شي وحدين يعيقوا عليكم، حق هادي، حق هادي، كاين ماشي كلشي. هادشي اللي وقع ليسرى، دابا كترسم لي سريعه ديك الحياه، ان الرفاهيه تما، غتحريه، غتاخدي راحتك، غتلبسي كيما بغيتي. واحد القضيه، النقطه اللي ما تفهمتش ليا، علاش شي واحد كتقولوا انه متدين؟ هو فعلا هو امام ديال الجامع، ماشي مهندس، غير كذوب. كتقولوا انه مهندس، مهندس ماشي مهندس، غير كذوب. لا يعقل انه واحد امام ديال الجامع غادي ياخذ وحده عارفه مسخوطه، كتضرب في الام ديالها، كتلبس المزير قدام باها، كتعرى قدام باها. راه ما يمكنش واحد متدين غادي يقبل عليه، يقبل ياخذ وحده متبرجه. باش نكون واقعيين، تما كاين شي خلة تما، يا اما السيد مر بشي عقودات وشي مشاكل، تا واعد تاب وبغى يسترد من الناس، غادي نقولو اوكي. يا اما هذا فوز باغي نديرو كاملين قدرو، يا اما السريعة باغا تنتقم منك، وراه باغا تنتقم منك من جايبة واحد من عائلتها وكتقول لك تزوجي بيا، راه غيعيشك في النعيم، غيديرلك غيديرلك. وخد هادشي هذا، كون خطب السريعة والله لا تزوجت بيه، السريعة بيه داك كون خطبها والله ما تقبل تزوج بيه. كتفلي عليك وباغا تبيعك العجله، باغا تصيفطك للزوبيا بعينك مغمدن. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم اخوتي.